إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرياضة وشهر رمضان، هي الرياضة مسموحة في شهر رمضان؟ ينفع مارس الرياضة وانا صايم؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده بتختلف كتير من واحد للتاني. يعني مثلا كبار السن أو مرضى القلب أو اللي عندهم مضاعفات ضغط أو سكر بنفضل لهم الرياضة في رمضان زي رياضة المشي، بس إمتى؟ بعد الفطار بعد الأقل 3 ساعات علشان الجسم يكون استعاد مكونات الطاقة عنده والسوائل، وساعتها يقدروا يمارسوا الرياضة بأمان. لكن الشباب وخاصة الناس اللي عايزين ينزلوا وزنهم عندهم فرصة من ذهب خلال شهر رمضان إنهم يمارسوا الرياضة بالطريقة اللي تخلي وزنهم ينزل بسهولة من غير مجهود ومن غير تعب، وهي إنهم يختاروا صح الوقت اللي يمارسوا فيه الرياضة. أنسب وأحسن وقت لممارسة الرياضة في رمضان بهدف التخسيس هو آخر ساعة قبل أذان المغرب. الفترة دي بيبقى الجسم فيها استنفذ وحرق كل السكر اللي عنده، فلما نيجي نعمل رياضة متوسطة في التوقيت ده يبدأ الجسم يحرق الدهون علشان يدينا الطاقة اللازمة للرياضة اللي انت بتعملها دي. فعلا هو وقت ذهبي، اوعى تضيعه في النوم او القعدة على الموبايل، استغله صح. لو مشيت على المشاية الرياضية نص ساعة أو ساعة إلا ربع قبل الفطار هتحرق نسبة كبيرة جدا من الدهون وتساعدك جدا في التخسيس وتحسسك بالنشاط حتى لو أنت في آخر ساعة من الصيام. بس المهم إنها فعلا تكون في آخر ساعة من الصيام، علشان من الطبيعي بعد الرياضة دي إن ريقك ينشف وجسمك هيبقى محتاج تعوضه بالمية والسوائل. فلما تعمل الرياضة دي في آخر وقت الصيام ده هيسمح لك إنك تعوض المية والسوائل بسرعة لما المدفع يضرب. لكن اوعى تعمل رياضتك في نص النهار في رمضان أو تعملها في جو شديد الحرارة، يعني تخلي بالك لازم المكان اللي بتعمل فيه الرياضة تكون تهويته جيدة جدا وبعيدة عن الشمس أو الجو الحر. لو رتبنا نفسنا من دلوقتي وخصصنا وقت من يومنا في رمضان للرياضة هنستفيد من فوائدها الكتيرة جدا، وأكيد هنخرج من رمضان وإحنا بصحة ونشاط أفضل وأحسن بكتير إن شاء الله. كل سنة وانتوا بصحة وسعادة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.